السلام عليكم ورحمة الله. في دراستنا اليوم راح نتعلم شو نسوي ثيرمال اوبتمايزيشن لهيت سينك. حقيقة راح ناخذ فن وحدة للهيت سينك وناخذ فن كاملة. فنبدأ برسم القاعدة وناخذ الأبعاد لا على التعيين بشكل اعتباطي، يكون ارتفاع 3 ملم، وليكن ارتفاع أو عرض القاعدة ممكن يكون 7 ملم، أوكي، ومن ثم أبصقها 10 سنتيم أو نقدر نقول بالملم 100 ملم. هسه نجي نرسم على السطح العلوي الزعنفة اللي نريد نرسمها، اللي هي راح تبدد لنا الحرارة، ونرسمها بهذا الشكل. ابتعد عن السنتر قدر ما أمكن، أوكي، لا تخليها على السنتر، لما تخليها على السنتر معناته راح تجبر نفسك على شنو، أوكي سوري نصورها، تمام، أوكي، راح ما تقدر تتغير أبعادها. ليش؟ لأن راح تقترب نقطة السنتر. فنجي نخلي هذه عروضها وليكن 3 ملم حتى نسوي لها اوبتمايزيشن، وبعدها منا الى هنا راح يكون 2 ملم. ليش؟ لان هي كلها 7، فالثلاثة شوف يبقى 4، 2 يمين والثاني يسار. وخلينا نبثقها بارتفاع وليكن 50 او خلينا نقول 35 ملم، اوكي. خلينا نشوف قبل لا نبثقها شلون صار شكلها، اوكي، هاي 35 ملم، ونقول له دان. خلصنا شنو؟ خلصنا الديزاين، نتحول دايركتلي الى السيميليشن وناخذ الثيرمال سيميليشن. هذا هو الثيرمال، اوكي. و يعني خلينا نقول كويكلي، خلينا ناخذ موستي الالمنيوم المتعارف عليه. بالالمنيوم ناخذ اول سبيك بالالمنيوم، ابلاي كلوز دان. كونكشن ما عندنا، بالثيرمال عندي شيء اسمه هيت فلاكس بالقاعد راح يكون، راح نخلي لنا هيت فلاكس هنا، ومقدار الهيت فلاكس وليكن 10000 واط على المتر المربع. راح تقول لي مو هواية، لا اقول لك مو هواية على المتر المربع، 10000 واط على المتر المربع. هذا مساحة كلش صغيرة، 3 ملم في 7 ملم، من تضربها يطلع بالواط شيء كلش قليل يعني، اوكي. فهذا خلصنا من منو؟ خلصنا من الهيت فلاكس. نجي ايضا عندنا باوندري كونديشن اخر اللي هو الكونفكشن. منو معرض عندي الكونفكشن؟ راح يكون هذا سطح معرض للكونفكشن، اوكي. ونفر ناخذ ايضا هذا، وايضا هذا هنا راح يمر الهواء. ليش؟ لانه احنا راح نفترض عندنا هواء طبعا. ليش؟ لانه هنا هاي تشانل، هسه انا اتكلم هذا ماخذ سيمتري، ماخذ تشانل وحده، فايضا هذا جزء يكون معرض، ما سواه راح نعتبره معزول. الاتشو نورمالي للهواء 15 بلس ماينس طبعا، ودرجه حراره السراوندنج يكون 298 بالكلفن، اوكي. هذا خلصناها. الباقي من عندنا اجزاء معزوله، قلنا اتفقنا مثل ما شرح الدكتور محمد غانم انه نعتبر شنو عندنا هيت فلاكس، وقلت الهيت فلاكس هو زيرو. مثل هذا السطح راح نعتبره معزول، وهذا سطح، وما يناظر ايضا هذا السطح راح نعتبره معزول، ننطيه صفر، اوكي. راح تسالني عن هذا السطح شنو حكمه؟ حكمه هو يكون سيمتري، بس يعني ربما هذا الاوبشن انا ما لقيته هنا، يعني عاده ناخذه هو سيمتري متناظر. راح نسوي مش، ورا ما نكمل دايركت نسوي ران، وراح تطلع لنا درجة الحرارة. درجة الحرارة ماكسيموم طلعت لي 362، وهي كلفن طبعا، يعني ما ظل شيء على ال 100 سنتيغريد، اوكي. هي 373 هي يعني 100 سنتيغريد، فبالتالي هاي كلش عالية. خليني اقول له اريد هذه ما توصل ل 350، اريدها دون 350، اوكي. شريط نصغر لي بالحجم مال هيت سينك. فنجي نقول له نيو ستدي، ونروح على الديزاين، وبالديزاين نقول له اوكي. نجي الى اول شيء الفاريبلز، الفاريبلز راح ناخذ الفن هي نفسها، واخذ منها شنو هو الارتفاع هذا، اوكي. راح ارمز له اتش وانطي انتر حتى اروح وانقر، انقر هنا مو تبقى باقي بهاي اللاين الاول، روح اللاين الثاني، قول له اريد عرض الزعنفه، يعني هسه راح اتحكم بعرض الزعنفه، صار 3 ملم، وارتفاع الزعنفه، وهذا راح اعتبره هو الدبليو، اقول له ابلاي، الثلاثة راح اتحكم بهن، حيث اريد الاتش اللي هي 35 ملم حاليا، خلي اخذها 25، وماكزيمم يعني نزلت 10 وصعدت 10، هو 35، نزلت 10 25، اصعد 10 45، اريد الستيب تكون 5، اوكي؟ ارجع انقر هنا راح القي الباراميتر الثاني اللي انا حددته اللي هو الدبليو، اذا اختاره، والدبليو هو 3 ملم، وليكن يدي ب 1 ملم، يعني نزلت مليمين، ويصعد 2 ملم، يعني نزلت مليمين واصعد مليمين، هي 3 صارت 1 ب 5، والستيب خليها 1. رايت الكونسترينس هي التمبريتشر، اكيد يعني ما يقبل غلط، انا اريد التمبريتشر تكون قليله، فاروح للسيميليشن، وبالسيميليشن عندي شيء اسمه الثيرمال
وين الثيرمال، وين هذا الثيرمال، والثيرمال عندي ايضا اوبشنز اريدها هي التمبريتشر. الوحدات يخليها بالكلفن ممكن، اي اوكي بالكلفن. هل تريدها هي ماكسيمم تمبريتشر مينيمم تمبريتشر؟ لان عندي هواي اوبشنات هنا. اقول له نعم اريد الماكسيمم، ما تتجاوز هاي القيمه، ما تتجاوز هاي القيمه، وعلى انتار البودي كليته. اقول له اوكي. هل تريدها هي جريتر لو لس؟ اريدها لس ال 350، 350 كلفن. اول رايت، صار عندي شيء غير بس الجول. الجول هو طبعا الماس، وهو اللي هو راح اختار البادي طبعا. اوكي، والطنية هو 12 و6 بالعشرة غرام. اوكي، فاقول له شنو هو اوريدي اختار لي المينيمايز، اكو ماكسيمايز او از ات از. اوكي، اقول له مينيمايز، بطل عندي شيء، خليني اشوف البادي قدامي. اوكي، ليش؟ لان ما راح اشوفه قدامي، راح اشوف الابعاد شلون راح تتغير ما اسوي الرن. راح نبدي بالرن، ويبدي يسوي لي مجموعه من السيناريوهات مقدارها 27 سيناريو، تطرح منها اثنين اللي هي الكرنت والانيشيال. كرنت والانيشيال، اذا عندي 25 سيناريو. من جت ال 25؟ عندي من الاتش اعتقد خمسه، وعندي من الدبليو ايضا خمسه. اوكي، خمسه في خمسه هي 25 سيناريو، حتى اعرف اني هاي الارقام منين جتني. عندي اربع خمس قيم للاتش، خمس قيم للدبليو، اضرب خمسه في خمسه تطلع عندي 25 سيناريو. واثنين عندي هي اوريدي اللي هي الكرنت والانيشيال، اللي هي دائما نفس الشيء از ات از. شوف هي نفسها الانيشيال والكرنت، ولاحظ انه كلها فشلت لانه ما حققت ال 350 كلفن. شوف هاي 383 عاليه، 71 63 56 51 84، وهل مجرد السيناريو العاشر حقق عندي الشرط انه صار 349 بوينت سمثينج، يعني جو 350، وايضا حقق لي الجول مالتي اللي هو الكتله اريدها اقل من ال 12 و 17 غرام، طلعت هنا 11. يعني هسه هذا السيناريو اكزاكتلي مثل ما انا اريد. خلينا نشوف، نروح الى سيناريو 15. سيناريو 15 ايضا درجه الحراره دون 350، ولكن شنو هو الكتله اكبر من 12 و 6 بالعشره. اوكي، فهذا يعني هو اوكي، التمبريتشر قلت ولكن الماس عاليه. نجي الى السيناريو 20. سيناريو 20 ايضا التمبريتشر قلت، حقق الكونسنترينت مالتي، ولكن شنو الكتله 20 غرام يعني اكبر. اوكي، بقت لي اخر سيناريو هين نشوفهن اذا يحقق له لا. ايضا هذا حقق ولكن الماس ما تحققت. خلينا نجي على سيناريوهات قبل ما اشوف هو المن اختار. هنا التي اوكي، الماس لا. هنا هاي يا سيناريو 25، سيناريو 20 التي اوكي، الماس لا. ليش؟ لان اكبر من 12 و 6 بالعشرة. خلينا نروح الى سيناريو 15، التي اوكي، الماس لا، لان اكبر من 12 و 6 بالعشرة. سيناريو 10، التي اوكي، الماس اوكي. اذا شوفوا بالتالي هو اختار لي هذا الاوبشن، اختار لي هذا الاوبشن. اذا بالتالي اني فهمت هو ايش بده يسوي ويا سيناريو اللي هو كان الافضل مسبقا اني اعرفه. تمام، اذا افضل شيء ان يكون ارتفاع الفن 25 ملم، صار 35 صار 45. اوكي، يعني اقصى ارتفاع عندي، والسمك مالته كان 2 ملم. اوكي، سمك مالته يكون 2 ملم، يعني قلل السمك وزيد الارتفاع فحقق لي هذا التمبرشر. هو كان 3 ملم، 35 صار 45 ارتفاعه، والسمك 2 ملم، حتى شنو قلل لي الماس. اوكي، وايضا التمبرشر صارت قليله. رايت right. اذا هذا فد موجز عن الاوبتمايزيشن، ثيرمال اوبتمايزيشن، وكيف اطبقها على الجانب الحراري. شكرا جزيلا. طبعا مثل ما شفتوا قبل شويه كان هو على اخر سيناريو اللي هو هذا، كان على اخر سيناريو. شوفوا كان هذا شكله، بس مجرد انقر دبل كليك على السيناريو اللي اريده من هاي السيناريوهات. هسه هذا دبل كليك، هذا شكله اذا تشوفون طلاب، هذا شكله بهذا الشكل. طبعا هو ثبت لك هاي المسافه الاوليه، معتبر انه هاي المسافه الاوليه كونستانت، ويبدي ياخذ بالزياده والنقصان نحو اليسار، مو سيمتري، اخذها نحو اليسار، فبالتالي هاي صار 2 ملم، فصار عندي هنا زياده بهذه المسافه. اوكي، اذا حتى اشوف الشكل النهائي اللي يتحقق عندي، ممكن اريد اشوف شكل هذا اللي هو، لا هذا هو نفس العشره اللي هو نجح عندي. خلي اشوف ال 15، هذا شوف شلون تغير شكله. نجي الى ال 20 دبل كليك عليه، ايضا شوف شلون تغير شكله. واخر شيء اروح على الاربعة 45، واشوف ايضا شلون الشكل مالته اللي هو 5 ملم، اللي هو الثكنس 5 ملم. اذا بما انه السيناريو 10 هو النجاح عندي، اقدر ارسمه واشوف شكله كيف صار. Alright. شكرا جزيلا.